ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك من المفطرات أن يوصل إلى جوفه شيئا من غير من أي طريق، يوصل إلى جوفه شيئا من أي طريق، مثلا قطر في عينه، قطر في عينه قطرة ماء سائل وصلت إلى حلقه، إذا أحس بطعمها في حلقه وابتلعه يفطر، أما إذا أحس به ولفظه ولم يبتلعه فإنه لا يفطر. أو وضع في أذنه شيء، وضع في أذنه دواء تسرب وصل إلى حلقه، إن لفظه لم يؤثر عليه، وإن تعمد بلعه إنه يفطر.